ولا لم يثبت مصداقية مسلمتها الناس إلا أن نروح على ماذا كان عندما بن عجم كما قال ركثينا مزوارو ما يثبت مصداقية مسلمتها دونك لقى أدسل يوليهم المنبر دي جوري هذا يعني أنك تدام كثير مصداقية مسلمتها بين عليك ستارك اليوم رانا في ورشة تصميم تمثال ملك ماسينيسا مؤسس أول دولة نوميديا كان توصية مهمة في إطار الملتقى الدولي الذي نظم في سبتمبر 2014 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكان بالإلزام على المحافظة السامية الأمازيغية وبالتنسيق التام مع بلدية الجزائر العاصمة إصداء تعليمات لتنصيب لجنة علمية من ذوي الاختصاص في التاريخ القديم وهذه اللجنة أعطت مجموعة من التوجيهات باش تكون منافسة في إطار شفاف ومنافسة نعطوا فرصة لكل الحرفيين لكل يعني المؤسسات التي تخصصت في هذا الجانب أن تشارك ولكن شروط ولكن دفتر الشروط يعني لابد أن نمتثل إليه ومن بين الشروط أن يكون تمثال وفقا لملامح الحقبة التاريخية وهذا مسؤولية كبيرة والذي قررنا أن تكون مرافقة لجنة التحكيم إلى الورشة باش نبدأ في الشروع لإنجاز هذا التمثال الذي سوف ينصب في قلب الجزائر العاصمة. شكرا لك صحة. سيد الطاش لكن ممكن بس. إذا كان ممكن Il y a inscrit le plan stratégique de l'État, c'est le directeur du président de la République, non, d'ailleurs l'officialisation de la